السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى فيديو جديد من فيديوهات قناة السيد عمر. خلينا نروح الساعة لعبة دايس دريم نلعب فيها شوي. صراحة المشكلة يعني احنا شرط كثير من الفيديوهات حاليا، بس مش عارف امتى الفيديوهات بدهم يطلعن، يعني في أي وقت يعني، فصارت القناة مخبوصة عندي. يعني نشر رافع كثير فيديوهات، بس الفيديوهات بتطلع في أوقات متفاوتة، فما بعرف أي فيديو راح يجي قبل الفيديو الثاني. بس مع ذلك خلينا نتابع حاليا. يعني بهمنا نروح نلعب هاي اللعبة المدودة. ليش أقول لكم مدودة؟ لانه المره الماضيه كانوا فاتحين لي الاعلانات، بس الكلاب فاتحين لي الاعلان قال شو انه شوف قديش كان 60 فيديو او 25 فيديو، قال معطيك 60 تدويره. انا بس صراحه نشوف 60 تدويره يعني قلت شو هاي، بالعاده بعطوك 20 يعني 20. ها كويس خلصنا واحده والله، كلاس اوف 2023. بالعاده بيعطوني تدويره 20 تدويره على الاعلان، قلت بدي اشوف ثلاث اعلانات يعطوني 60 تدويره، بعدين يرجعوا يعطوني شو اسمه 60 كمان، مش معقوله. فطلعوا قديش بدهم يعطوني المدودين، بدهم يعطوني بس يعني شو اسمها تدويرتين على الاعلان، كثر ما هم مدودين ومكتين. طيب معليش خلينا نعمل سبن بهاي، بنستفيد منها شوي صراحه، بس شوف كثر ما هم مدودين يعني بعطوني 10، يعني صراحه هم زباله يعني على اخر شيء، يعني مع اني بلعبها كثير هاي اللعبه، بس بعد ذلك بظني اصب عليهم، بس هم بيجيبوا الكلام لحالهم يعني صراحه. شوف شوف هاي كمان واحده، ها 15 مليون، يعني هاي الشغلة الوحيدة استفدناها من اخذنا 15 مليون. ها اخر مرة اربعة خلصنا ثلاثة، شوف 10 لحد الان طلعت ثلاث تدوير، يعني 10 تدويرات 10 ب 10 ب 10 يعني ثلاثة، من كثر ما هم مدودين يعني صراحة. عن اختكم نعم مش مدودين. طيب الشباب هون دمروا لي المدينة. طيب صراحة في بعض الشباب كمان مكتوب لي على اليوتيوب، انا ما بردش على التعليقات، لاني صراحة مثل ما قلت لكم اني بحاول او بطمع اني انشر فيديو ردا على التعليق مشان اكسب فيديو واكون رديت على التعليق يعني. بس المشكلة بعض الشباب يعني انا بقول لي ما تردش على التعليقات. طيب خلينا نروح مره ثانيه، القصد انه هذا السبب اني ما اردش على التعليقات، لانه بحاول اعمل فيديوهات على التعليقات، يعني ما بديش ارد يعني كتابيا، لانه كتابه بالنهايه انه واحد بشوفها، بس بينما الفيديو انه بشوفه كل الموجودين على القناه يعني. طيب اعطونا خبطتين هنا او صاعقتين، معلش خلينا نروح نضرب صواعق مره ثانيه هاي، بلكي نستفيد منها شيء. طبعا الصواعق تلاقوها موجوده على اليسار. وفي واحد كان من الشباب سائل عن انه تلاقي قائمه الاصدقاء تبعت الانتقام، هسه بورجيكم اياها وين. بس خلينا نضرب هون مرة ثانية، خلينا نضرب واحدة، حلو طلعت لنا مرة ثانية، مرة ثانية، مرة 20. العامة شو مدودين، العامة شو زبالة، هاي آخر مرة، عن أختكم شو زبالة، روحوا قلعوا. طيب خلينا نشغل الصوت تبعهم هون أو المؤثرات الصوتية، بس خلينا نوطي الصوت شوي لأنه الكلاب صيحوا كثير هون. طيب خلينا نروح هسه، كويس انه اعطوني يعني 700، مش عارف على اي اساس اعطوني 700، بس هون بعض الشباب بيساعدوني صراحه، يعني صديقنا عوده دعمني كثير يعني، فشكرا له، شكرا لك. لحظه شوي وين وصلنا حاليا؟ يعني حاليا بس 59%، يعني اكثر من الشباب مخلصين اكثر مني يعني بكثير يعني صراحه، يعني اخر شيء يمكن هسه. ودمروا لي المدينه هاي، كل شوي بدمروا لي المدينه من على شيطانكم. طيب معلش خلينا نضرب 50 هون، بلكي استفيد منها. بسم الله، واحده ثنتين شوف ثلاثة، طبعا هم مش راح يطلعوا شيء لانهم مدودين يعني، بس قلنا على امل يعني. يا 45، طيب خلينا على 600، على 600 بنرجع على 50، على 25 عفوا. هاي اخر واحدة بضربها 50، نعم مش مدودين، نعم مش مستفزين يعني صراحة، مستفزين على الاخر يعني. يعني احيانا خلونا اسكر اللعبة. طيب حاليا طلع الانتقام، هسه بورجي صديقنا اللي كتب لي تعليق انه شلون فيك تهجم على قائمة الاصدقاء. اول شيء بس يطلع يعني الاصدقاء ما فيش غير انه احتمال واحد انه يكون هجوم، السرقة يعني ما تقدرش تغيرها السرقة، بينما الهجوم تقدر تغيره من هون بس تكبس على ريفنج. فهون حاط لك ريفنج على اليسار او انتقام، لحظة شوي بس خليني اكتب مرة ثانية، هون ريفنج او انتقام، وهون حاط لك قائمة الفريندز او الاصدقاء. اذا بدك الاصدقاء يعني بدك تكبس على الاصدقاء تهجم عليهم، او ريفنج الانتقام يعني هو بيطلع لك بشكل تلقائي الشباب اللي هاجمين عليك. في معظم الاحيان بطلع لك اياهم شو اول شيء قائمة الاصدقاء اللي هاجمين عليك يعني. فشهاب هون على سبيل المثال انه هاجم علي، بس خليني اروح اشوف هون، ما فيني اشوف، كنت اشوف امتى هاجم علي، بس بشوفها بالاخبار تبعت المملكة يعني، فما فيني اشوفها. خلينا نلاقي لنا شيء مكان. طيب 50 مليحة. طيب روح يلا. طيب هاجة 4,500,000. طبعا طلع هجوم على 50 يعني كنا استفدنا منها صراحة، بس هجوم على 25 يعني
شوف الجواز معطوك اياه، معطوك مليونين وثلاثة، يعني مع انه انت تطلع اصلا بالهجوم اكثر منهم. طيب احنا بدنا 60 مليون صراحة حتى نوصل. شو كنت بدي اورجيك، كنت اورجيكم شغلة بس نسيت. عفوا، هنا اخبار المملكة، يعني اذا رحت على نيوز هون، هاي قال لي مثلا شهاب اتاك ديو، يعني شهاب هذا اللي طلع تو طلع لي اياه بشكل مباشر لحاله، يعني في معظم الاحيان بيطلع لك هو اول شيء لاصدقاء بعدين اللي هاجمين عليك اخر شيء، يعني بحيث انك تنتقم منهم بشكل مباشر. يعني بفترض بعد شوي نطلع لنا بين مثلا او صيف او واحد من الشباب هذول، يعني بس مش شرط انه يكون على نفس هذا الترتيب، يعني اللي هاجمين فيك عليه اللي هاجمين فيه عليه. طيب خلينا نذبح كم مره، 25 اي الحمد لله على السلامه، 55 كبيره كمان، 50 دولار بروح مره واحده هسه ان شاء الله اكون لحقت لهاي 60 مليون، مش 60 مليون كثير. كويس اخذنا بطاقة جديدة. يعني صراحة ما اتوقعش اخلص الالبوم لانه قربت اخلص، يعني مش قربت اخلص، الالبوم قرب يخلص يعني صراحة، واني بعدني 50%، 50% صعب كثير. طيب هاي 50 شكلها منيحة. واحدة اثنتين، يعني دائما تقسيم تبعهم شلخ، يعني يعني طيب طلعوا لي على 10 يمكن طلعوا لي واحدة، هسه على 60 طلعوا لي ثنتين، يعني على 60 المفروض يكون 5 او 6 مش ثنتين. يلا خلصنا، يلا حلو الحمد لله على السلامة. شوف كمان هسه 4 بطاقات طلعوا لي على 25، يعني دائما دائما الشغل والتقسيم تبعهم سيء جدا، بحس بدهم مطورين او حدا يشفق عليهم هذول الجماعة. يلا هات يا خلينا نبنيها، خلص القسم هذا عوفني حالي 60 مليون. طيب ها بدنا 33 مليون، شو بنجمع هذا 33 مليون هسه؟ بنضرب عشان مرة، هاي 25، لو ايش 25؟ ما نضرب 50 وخلص، خلص عادي، خلينا نزرع 100. هاي واحدة، هاي ثنتين، ثلاثة، الله يخزيكم، الله ياخذكم. اطلع لنا سرقة، اطلع سرقة احسن شيء. لأن القتال ما تعرف حال الواحد، بس نزل بصة بس يلا القتال مليح. خلينا نغطي الصورة هيك أحسن، أستر 400 450، المفروض يطلعنا 20 مليون يعني، طبعا في حال ربحت يعني. يلا شوف مات الاتصال بالنت، ما عارف مانيش عارف افوز بيها لحد ورقة مقصة، يعني اخر مرة فزت فيها مش عارف مش متذكر ايمتى. حلو الحمد لله على السلامة، هاي مرة ثانية اوف فزنا فيها الحمد لله. خلاص صدقت ما عرفت شو صدقت اسمها باء. طيب هات 33 مليون مليحات، اروح ابني فيهم مباشرة. والله وصلت على المركز الثالث معقول؟ واو اعطوني 35، نقعد على 50 يا مدودين. طيب خلينا نروح نبني هاي اللي ظلت. طيب قديش بده 55 مليون؟ والله كثير، 20 مليون بعدين. كلها اصنام اصنام يا شيطان. شوف هاي البومة هاي او شو اسمها؟ بينك ون طول طلعوا ليها، بس هيك بعفو بحالك يعني، مش شغلات اللي بيطلعوا لك اياها لازم شغله يكرروا لك اياها 100 مره بحيث انك ما تستفيد يعني مثل ما مدودين. طيب 160 ضربت الضربات بنزرع 50، بنزرع 100 عفوا، هاي اخر ضربه هسه نرجع 25، هاي نرجع 25، هاي 10، هاي 25، هاي هيك، هاي هيك. خلينا نرجع على 10 هسه، هاي 10، طيب نرجع 25 واخر ضربة هاي. طيب طلعوا لنا اتاك، ان شاء الله نستفيد، ان شاء الله طلعوا لنا 25 قبل ما في او 100,000 عفوا 25، مش الواحد ما بيعرف وين ال 100,000، يعني خيروا فيها ما فيش قاعدة يعني تضبط المكان اللي فيه 100,000، يعني أحيانا نفس المكان بتهجم عليه أول مرة بكون فيه مثلا 100,000، مرة ثانية بكون 25 أو بالعكس حتى، يعني يعني مش مكان إذا هجمت عليه أول شيء خلص راح يكون فيه مصاري أكثر. طيب
طيب اي معليش معليش خلص ما بدي اشتري ما بدي اسوي شيء انقلعوا. كان بدي احكي عليه هذاك العرض قال اشتري بواحد يورو او اعمل عمليه شراء قال مش هتدخل بالسحب على الف يعني كثر ما مدودين يعني بخليك تشتري بواحد يورو قال مش تشتري بواحد يورو يعني تعمل عمليه شراء مشان تدخل بالسحب يعني لاحظ النذاله تبعهم لوين انه بس مشان تدخل في السحب. طيب هذا صديقنا او هي الان سوني هاي طايره كثير 1196 مستحيل الحقها بس هاي اللي بعديها مثلا سلمى ممكن الواحد يلحقها او حتى الاولى يعني ممكن الواحد يلحقها هاي الثانيه عفوا بس المركز الاول مستحيل يلحقه. طيب مش عارف صراحه شو بدي اسوي حتى الحقه بس حاليا معي خطوات شوي ومعي مصاري اني ابني فيها كومبليت ناو 55 شوف ما نزلهم قديش بيروحون شوفوني اعلان بيروحون اياه ما مش خطا خليني اشوف الاعلان معليش خليني اشوف الاعلان وخلص المملكه يعني بس اكبس كومبليت ناو المفروض يطلع اعلان. طيب خلصنا الاعلان خلصنا المملكه بس صفرنا هيك رجعنا على الحديده كنا يمكن احسن اوقف هون لانه هاي صحيح معي خطوات بس معي يمكن 24 ساعه اشتغل فيها فخليها لوقت لاحق الفيديو ما صار 10 دقائق يعني فخلينا نكسب لوقت لاحق خلينا نكسب فيديو ثاني. طيب خلينا نبدا اوقف الفيديو هون وخلاص اوقف الفيديو اخر بما اني مصفر حاليا فما حداش من الشباب راح يستفيد شيء اذا هجم علي يعني هيك ما حداش فيه يسرق مني اساسا نهائيا. القاكم في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.